على إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرق الإقليمية للدرك الوطني بفرناكا، مفادها وجود مركبة مشبوعة على مستوى الطريق الوطني رقم 17 ألف بإقليم بلدية فرناكا. تم إخطار أفراد الفرقة المعينين في مهمة وضع سد المراقبة على مستوى الطريق المذكور سالفا، وبمجرد وصول المركبة المشبوعة إلى نقطة المراقبة تم توقيف سائقها باستعمال الإشارات النظامية، وبعد فحص وثائقها وتفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من الأدوية الصيدلانية التي تستعمل لأغراض الإدمان، قدرت ب 1800 كبسولة نوع بريغابالين 300 ميلي غرام، كانت مخبأة بإحكام تحت الكراسي الخلفية للمركبة. على الفور تم حجز كمية الأدوية المذكورة مع توقيف السائق وشخصين اثنين كانوا برفقته، كما تم حجز المركبة نوع سيات ليو المستعملة في الجريمة.